ما حكم تكبيرة الانتقال من سجدة التلاوة في الصلاة مع ذكر الدليل؟ في سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، إذا سجد يكبر وإذا رفع يكبر. والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض وركع، إذا سجد كبر وإذا نهض كبر، هكذا أخبر الصحابة رضي الله عنهم حديث أبي هريرة وغيره. وهذا السجود من سجود الصلاة، فإذا سجد للتلاوة كبر وإذا رفع من السجدة كبر، هذا هو الأظهر من الأدلة. أما في خارج الصلاة، إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يروى إلا التكبير في أول، هذا المعروف كما رواه أبو داود والحاكم، التكبير في أوله أول السجود فقط. أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يروى فيه تكبير ولا تسليم. وبعض أهل العلم قال يكبر من النهوض ويسلم أيضا، ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يلزمه إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة. أما في داخل الصلاة فإن حكم السجود فيها كبقية سجداتها، يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع في داخل الصلاة، والله أعلم.